وللمزيد معنا عبر التلفزيون المصري مراسلنا كريم بيبرس. كريم، بعد التحية اطلعنا على المزيد. تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. بالفعل لجنة خاصة بالهوية والثقافة المصرية شارك بها عدد كبير من الفنانين والمثقفين المختلفين الذين أدلوا بدلوهم ومقترحاتهم المختلفة فيما يعزز وأطروحات فيما تعزز آليات الهوية المصرية والتأكيد أيضا على الحفاظ عليها وعدم اندثارها. كانت هذه نقطة هامة، ولكن المميز في هذه الجلسة في حقيقة الأمر كانت المشاركة من جميع الفئات ومن جميع الألوان الذين شاركوا وجميع الأحزاب شاركوا بآرائهم وأشادوا أيضا ببعض التوصيات التي من الممكن أن تخرج بالفعل عن هذه اللجنة. ربما تحدثوا أيضا بعض الشباب الذين شاركوا في هذه الجلسة، تحدثوا عن آليات لزرع الوطنية مرة أخرى والتأكيد على الوطنية داخل الشباب عن طريق المدارس، عن طريق الجامعات، عن طريق الأنشطة المختلفة. وهذا ينقلنا بالتبعية للجنة الشباب والتمكين السياسي للشباب. تحدثنا مع الشباب الذين جاءوا من مختلف المحافظات ومختلف الجامعات، جامعة القاهرة، جامعة بني سويف، جامعة المنوفية، من أماكن مختلفة من الصعيد ومن غيرها، جاءوا يشاركوا أيضا بمقترحاتهم لتجديد الدماء وتجديد الثقة مرة أخرى في اتحاد الطلاب والثقة في الشباب مرة أخرى، ومقترحات مختلفة بإنشاء لجان وإنشاء مجلس أعلى للطلاب للتعامل المباشر فيما بعد مع مجلس النواب أو حتى مباشرة مع الوزارات المختلفة أو مع الحكومة أخذ هذه الأفكار للشباب والأطروحات المختلفة للشباب ومشاركتها بشكل مباشر إما في الأشياء التشريعية أو التنفيذية الخاصة بمجالس النواب أو حتى الحكومة. أيضا الشباب شاركوا بآرائهم فيما يتعلق بالدعم الخاص بالشباب، الدعم لاتحاد الطلاب، التصاريح المختلفة في الأماكن في الشوارع وفي الأماكن الأخرى التي من الممكن أن يتحركوا بها داخل الوزارات، فتح أبواب للتواصل المباشر أيضا مع الوزارات. تحدثوا، أشادوا بتجربة الأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب وأشادوا بتجربة الحوار الوطني للشباب أو الذي ينشئه دائما الرئيس عبد الفتاح السيسي، وطلبوا بوجود أشياء مشابهة له في جميع المحافظات بأوقات دورية وأن تكون في المدارس والجامعات ومراكز الشباب. لذلك هم جاءوا ليعرضوا أفكارهم ولكن أيضا ليقتبسوا كثيرا من ما حدث بالفعل خلال تمكين الشباب خلال الفترة السابقة، على أن يتم أيضا تدعيم هذه الأفكار بطريقة أو بأخرى، إما بشكل مباشر عن طريق الدعم المادي أو بشكل غير مباشر عن طريق إعطاء الفرصة للحوار وتقليل الفجوة دائما التي كان يتحدث عنها الشباب والتي بالفعل قلت بشكل كبير حسب أيضا تعبير الشباب بين القيادات وبين الشباب الصغار، مما يعطي الفكرة ويعطي الفرصة لفتح آفاق جديدة دعم الشباب، وأيضا يؤكد على فكرة مساعدة الشباب ومساعدة الاتحادات المختلفة والأنشطة الطلابية على إخراج الأفكار ليتم تنفيذها بالفعل على أرض الواقع. لذلك كانت جلسة اليوم هامة وثرية جدا بالأفكار، إما الخاصة بالهوية والثقافة المصرية أو حتى بالشباب في حد ذاته. نعم، جزيل الشكر لك كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري.